اول شيء بدي ارجع 12 سنه لهلا لوين ولما تخيلي ما ترجعينا لهلا حلو الواحد انه يكون عنده هالخبره السينمائيه. شو ذكرياتك من لما الفيلم فاز بالبيبلز تشويس اووردز؟ عم نحكي عن جائزه ربحها ستيفن سبيلبرغ السنه الماضيه ونومادلاند لما فازوا بالاوسكارز، يعني هيدا من الجوائز الكبرى لما الجمهور بيصوت بتورونتو. لا بتذكر انه كانت من احلى العروض لاي شيء اي فيلم عملته، لانه ردة فعل الجمهور هون بتورونتو ما بيشبه اي ردة فعل باي محل تاني بالعالم. الحلو بجماهير تورونتو انه ما بيهمهم الجلامر او هيك الجليتس، بتشوفيهم بحيلا عرض لافلام جايين عادي بس مهتمين بالافلام. الجمهور جاي من كل انحاء العالم، ومش ما بتحسيهم يعني بس الاليت يلي بتنتمي لعالم السينما يلي عندها اكسس لهالافلام ولهالمهرجان. يعني بغير مهرجانات بتحسي مثلا مثل كان مثل فينيز، بتحسي انه الجمهور العادي منه كثير مرحب فيه. This is like one of the best moments of my life. Why everyone loves TIFF is because you people really love movies. قدرت تستمتع بلجنة التحكيم؟ أكيد كنت رئيسة لجنة التحكيم أساتان روغاربي كان من كم سنين. قدرت بتحبي الواحد يقعد ويطلع على غير مخرجين وأشغالهم؟ يمكن أنا بالنسبة لي من أحلى الأوقات اللي بكون فيها بمهرجان بلجنة التحكيم، لأنه هون هيدي وظيفتي. أنا هون قاعدة كل النهار من الصبح لعشية عم بحضر أفلام، عم نحكي سينما، عم نكتشف يمكن مواهب جديدة، فهيدا الشيء مهم لإلي. عندك ثلاث أفلام كممثلة رح يظهروا قريباً جداً، حكينا شوي عنهم. في ثلاث أفلام، فيلم مخرج اسمه تامر روبي مع فاني أغدون، فيلم بتصير أحداثه بمصر بين مصر وسويسرا، هيدا رح يطلع قريباً. في فيلم ثاني اسمه سويمينغ هوم، فيلم صورناه باليونان، وفيلم اسمه ساند كاسل كمان صورنا ببيروت لمخرج اسمه ماثيو براون أمريكي. أيبت بتمثلي دور أمه لزين ساند كاسل. كيفه زين وشو صار فيه؟ منيح بجنن، صار شاب.